شو أحلى شيء؟ كل شيء، خصوصاً المجتمع اللي هني في شروق. لو كنتم مسترخين في البيت أو كنتم تمشون برا، تحسون إن المكان أمان وهادي. لو وين ما رحتوا المجمع، تحسونه كله مترابط، وتحسون بعد بشعور الانتماء لهالمكان. كلنا عندنا العديد من الطرق نقضي فيها وقت حلو مع بعض، وخصوصاً إن هني كل شيء قريب من بعض. مدرسة العيال بعد وايد قريبة، والمول يبعد عنا 5 دقايق، والمكتب يبعد 10 دقايق بس. دايما كان عندنا فكرة واضحة عن أسلوب الحياة اللي كنا نبى نعيشه، مكان تكبر فيه عائلتنا، ومكان نكون كلنا قراب من بعض، والمجتمع يكون مترابط، ومكان نعيش فيه أجمل الأوقات ونصنع فيه أحلى الذكريات. لو كنا بروحنا أو حتى لو معانا العائلة والأصدقاء، دايماً نحصل الفرصة إن نستمتع بكل الأشياء حتى لو كانت صغيرة، لأنها في شروق نحسها ثمينة. في البداية توقعت إني مستحيل أحصل المكان اللي في خيالي، لكن نحن هني في بيتنا المثالي انضموا لنا، وحياكم في شروق.